عائلات وشباب فضلوا اكتشاف التخييم هنا في مشهد خارج عن المألوف. شلالات التراغنية بضواحي تنس أضحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى المصطافين. المنطقة تلم زائرين من أماكن مختلفة وخاصة أصحاب المنطقة. نرجو من السلطات المحلية والزائرين بالمحافظة عليها لتكون قبلة ووجهة لسياح آخرين وخاصة الأجانب. خضرة الغاب والمياه العذبة دفعت عشاق الطبيعة لقطع المسالك الجبلية ومحاولة الصعود إلى أعلى الشلال لاكتشاف سحر المكان. مكان رائع، شلالات، شلالات الجبل، الغابة، المنقي، صوت هايل، ما شاء الله. ننصح الناس باش يزوروا. شلالات تراغنية مظهر من مظاهر إبداع الخالق التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام دعما للسياحة في الجزائر.